رقمان شخصيان جديدان سجلهما النجم الأرجنتيني في مباراة فريقه أمام تشيلسي أمس في دوري 16 لدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف نظيفة، سجل منها ميسي هدفين. ميسي دخل نادي المئة في البطولة بعد تسجيله هدف المئة بالتمام والكمال. نجح أيضا نجم برشلونة في إحراز أسرع أهدافه في دوري الأبطال عبر التاريخ خلال دقيقتين وثماني ثوان فقط، وهو أيضا أسرع أهدافه خلال مسيرته مع برشلونة والمنتخب الأرجنتيني. ميسي بات ثاني لاعب في تاريخ دوري الأبطال يحرز 100 هدف في البطولة، ولكن الهداف التاريخي للبطولة يبقى هو غريمه البرتغالي نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو. الثناء على ميسي أتى من كل حدب وصوب، ولكن عندما يأتي من مدرب الفريق الذي خسر بسبب أهداف ميسي فهو ثناء خاص. أعتقد أنه عندما تتاح لك الفرصة للثناء على لاعب خارق مثل ميسي فإن ذلك أمر صائب. نحن نتحدث عن لاعب يستطيع تسجيل 60 هدفا كل موسم. ينضم إلي عبر خدمة سكايب من لندن الصحفي الرياضي موسى مكي. مرحبا بك موسى. رونالدو أم ميسي، من هو الأفضل في هذا العام؟ أهلا وسهلا. صح، بكل صراحة صعبا أنك تجمع بين خصال أفضل صانع ألعاب وأفضل هداف، هذه ليست موجودة عند لاعبين الكبار. نحن نعرف أنه اللاعبين الكبار يعني أسطورات كرة القدم بيلي ومارادونا وكريف يعني لم يقدموا الحاجات التي قدمها رونالدو أو ميسي، ولكن بكل صراحة نرى بأن هذه الإمكانيات الفردية تسمح لهذا اللاعبين لكي ينجحوا في أي فريق ويلعبوا في أي فريق. الحاجات التي تبهر فيهم هو الحسم، التسجيل من أي منطقة، والتمركز ليس كلاعبين المحترفين أو يعني هذا اللاعبين جاءين يعني جاءوا من عالم آخر، عندهم إمكانيات فردية كبيرة وواسعة. كل صراحة عندما نتكلم على يعني المشجعون العرب ينقسمون بتشجيع كليهما، لكن من يشجعون أكثر بالنسبة لعالمنا العربي؟ كل صراحة أنا أرى بأن الشعب العربي أكثريتهم يشجعون ميسي أكثر من رونالدو، لأنه بكل صراحة ميسي عنده كوني كمدرب ومحلل رياضي عنده الأكسلريشن يعني التسارع أكسلريشن أند سبيد في مرحلة واحدة، يعني السرعة والتسارع. السرعة والتسارع يعني إمكانية التي أضافها وزودها لكرة القدم إلا ميسي. عندما نحن نرى اللاعبين المحترفين ليس عندهم هذه الحاجات، لأنه ميسي يجري بالكرة والدوران يعني السرعة والتسارع، هذه الأشياء التي تركت أن اللاعب يكون 1.60 أن يخترق أي دفاع في العالم ويسجل عليهم بالأكثر من أكثر من 20 هدف. نرى أن على سبيل المثال في عبر خدمة سكايب من لندن عذرا للمقاطعة صحفي الرياضي موسى مكي. هذا كل شيء في تريندينج لهذا اليوم، إلى اللقاء.